هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن حديث كتاب الله، فإن هدي حج محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. صدق الله خالق العيب العظيم، وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نشهد كويس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنة فاكر بقال الله جل جلاله عنه فقرآن عزيز فاكي ومسلمان إنسانان وضمتك برسلان سمرة على الإسلام مسلمان وطولوا لتزاوات طولوا إلى الله توبونك أجيب وعلى حجة الجلالة رجوعك وعلى حجة الجلالة سرقتك دع الله حجة الجلالة جوابه لك أيها المؤمنين تمام مؤمنان لعلكم تفلحون كان بصرف توبتي سمت الله برزان ديكدا سمت الله جل جلاله وخشالول كده سي الله جل جلاله الإنسان خشال سي لك الإنسان جدا دنيا ودنيا دوارة بزان زكا توبوا إمامي سوري رحمه الله سفياني سوري رحمه الله يوم وقت سبيم دكا بيت الله شيء دكا بي شيء فر تواف من قولي تخلوني وال يوم دائي تم زواني ويلي چهار زوان تي سبيم بكا بي شيء تواف كري ده تسبيح و ده ذكر ده تحليل ده تغو فرزاي بعمل دري شرفاي امام سوري رحمه الله تسكن دا غزوان تو اجيبين و اعلي زين وكرين تي ازوانا كم تو سفا بيت الله شريف بان تواف كي بكابا شريف بان هذا انسان دا الله جل جلاله تسميح و ذكر كي تحليل و لبيك اللهم لبيك وي تولي تري شرفا يا النبي عليه السلام تري شرفا رضوان امام سوري رحمه الله تولي الدزان تعرف لك امام سوري رحمه الله تولي حضرت سفيان سوري رحمه الله رضوان تولي كتدع لان دليك من دقانك تتشير نغلي تدع لان فأوي اكرام تستان منه كل شيء ما ما بتانا ده راس نوين يوبر زوز ما بلا مدة كابيش في الخواب عند الرمان سلو جزو حج بكو ده الله جل جلاله ده فرس كار شي إنسان ما ده الله جل جلاله فرس كار ده فرس بعد فليا الرمان لا دمر بمارسه دمر بمارسه تسبت كي تعرف سبت كي رب زنوك في ساز الله زستر سولم پریشان سولم د پلار وسر ته ما سولم پر دغه ځای ما ته خوب راغی چې ما یو ځوان ولیدل چې داسې حسن چې الله جل جلاله نور حزمین باندې چې انسانات له ټول ما پر سترګې تېر کړل ما
ما تاسع سمع سندار صلاه او تاسع خشبو او تاسع عطر بو يطلي جي بروح زمين بر سبع نبي ادار كم واحد تاسع ما يعمل اشتا انسان راغل سر النور السريانو دارال ازمان افلاح فر مخبن لا سير كلي ازمان افلاح مخص فيل سلي بيرت الله ما سلي ما تبقى من يلو جي بيل كل نسي يطلي ستار بركاته الله جل جلاله ورسبه كامل زي ما الله جل جلاله تقول مخشرك يا اخوان حسابك تابوك زي يقول الله مين مخباني فاش يستم مخباني على فوزرك ولا الذليل وخوار بني في الدنيا كيف مخشبين في شيء تسوي فاما جان كيف مخشبين تسوي كما رزانا وسط تغمر عليه الصلاة والسلام زل الله رسول زعم على رسول الله كم انسان سيد الله جل جلاله وزفر مغفرت باري جهان سمر گناهوني كده جهان سمر گناهون كده بي داشت ورمائي جي يا الهي زلطا جه عبا غارم ده پیغمبر عليه الصلاة والسلام هو السبب وعلاه جل جلاله تم ما استوى بالغيب ده هذا انسان توبهم الله جل جلاله قبل او سماعته فما بدل ادم عليه الصلاه والسلام تسكن توبه الله جل جلاله قبول كلام فرشتي وملائكه وجبريل امين سرنا ومباركين قول سي الله جل جلاله ساتوبه قبول كلام دو جبريل امين سوين جزء دوخ زيادة دا الله جل جلاله دا خبا شيء نسو غشره الله جل جلاله دا خما توبا خوش الله نا توبا قبول الله جل جلاله توبا ما يتا وحي ربان جوا كلي چه عدم تا ورسر محشر ورسر كامات تقولي چه سن ربني عدم سا اولاد رازي مس انسانان امريك برسر بان رازي چهار سمر کو گناہ وہ جو بھی واسطہ تھا تھا گناہ نہ کرتا تو کرتا اس چهار سمر گناہ نے کرے دار کو نہ پتا سی ولا ما دخل غبر تھا ما شکر کہ تو یہ ما تو شکر کی اللہ سے جو سمع کو اللہ جل جلالہ ذکر ہے توبو الى الله تشتوبو تو بھی معنی مقصد چیز انسان فزرك دننا اخبر زين دماغه وزرك بارا يوم فزرك او فخلاء او فزهن فدوار فطول من الله جل جلاله هو تدارك كما عفا وغاري دانسو توزاري تيا الهي او بل مسلم دستان مسلمان الله جل جلاله على علماء الكرام فرمان سي الله جل جلاله هو سجل تاسي استغفار من التوبية دعاني كوي تاسي هر قنايا دوي كي يا إلهي لما فلاني كارو سما تعبو لما فلاني خطا لما هو سما تعبو لما فلاني كارو سما تعبو كي لما غيبتو سبا داس قنايا دوا هر قنايا فرا غبت خاص دل ختمي جو نامي شام بين فاتكي الله جل جلاله من نار مرشان دا كل بندگان سر دیر زیاد من محبت بیاوی ایو المؤمنین هی مؤمنانو خصوصا و تازو توائم و رس با قیامت خب تازو تکماز جزا در کول یعنی انعام در کول دا بل انعام در کول کمی با سزا در کول هم دبر بر تازو مسلمانان یاد تیتر انبیاء کرام در غلی تازو دغمبر علیسان در غلی وتيت ده پیغمبر اسلام ورسان علماء کرام درغلی هر یو انسان په هر عبادت په هر قول باندې خبر کړي سان چې وسه په خاني خلق نه زه چې په ټول کې لیک به یو عالم په هر کو په هر معنا په هر لکه زنده په زول اسلام هر انسان خبر دي په هر عبادت په هر قول په هر فعل باندې خبر کړي مولا موږ په دغه ځای ساتي کوم دغه کوم کوم ورو بیا به موږ دبل سزا راکړي
دبل سزا بني يو خمس خبر يو يو تخبر بو جدي مجركو وكفارة بترمج نريس دا وكي روان جي چاہی رو خبر مني او تخبر يو غدبون دبل سزا فانس اللہ جل جلاله دير بینیان ذات چی کم انسان و اللہ جل جلاله تیواش بیو کچھ کشیری او اللہ اللہ کبھی او اللہ جل جلاله تساری جل جلاله وائی والدنيا نعمتو كما صدر نعمتونا في ذا كري تدغ نعمتو جات ودغ بندتا برش نعمتنا تزد توفيق دبار في الدلماء هو ترى دوستان وقف رسول الله جل جلاله تستطيع التاسي دعاوي كواس دلسوا يا إلهي تماذا بدغ شبان رحمك دلسي دعاء دلسي بدلتي يا إلهي من ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام پس صدقه مبارکه ده پیغمبر علیه السلام پا وستوان یا ده پیغمبر علیه السلام نروه فاکو پر دگار قرمان بلحن فاکو پر دگار ما تعفو فاکو پر دگار برکتون رواچه دست وستو تجولوه هر کلا چه انسان یو دفتر دمجی یو غد سلی دمجی چه داره پرسی دست زر خاص زر کار نوزی لکه یو غد وستو چه تپیش که و الله جل جلاله ده چکم انسان رو زی فسیر کی در سلام کاری کیجی مگر گیش انسان واشتر پیغمبر علیہ السلام سلام کی بیا بے اتحان وقت ذات کر کیجی او مطرم دوستان درو شریف دوم را بختور او دوم را گتور عبادت دی که کم انسان پزان کرا وستن کم انسان با ان خوشحال امی پزلو کی نور وی سکون بری د دنیا څومره پریشانې تکلیفونه باندې راځي دی په پیې جمع او په خیر په عبادت تیریش د درش دې اهتمام کما سرس انسان د هر منځ بعد لس لس وایي که انسان وخت لري ژوند ته یې انسان روغ جوړ دی هغه انسان دی په ورځ کې سل وار خامه خواهي او په درودونو کې ډېر زیات افضل درشي اغه الله مز ادا مچ په منځ کې الله صل علی محمد الله بارک علی محمد دا ته ټول ځان ته ټول ځان د درشه بیل ته مانته درشه د تمات چې کوم انسان کولی دا په ذکر د پیغمبر علیه السلام مینه محبت کې هغه انسان چې هر څومره دنیا دار شي دا به خامخا وزیارت پیغمبر علیه السلام ته ورواله ورزله او چې کوم انسان د الله او د الله رسول سره مینه محبت کوي کله ساتي هغه انسان چې پر دنیا نه په واک سم دی او په دنیا مکه ته ځي نو رسو ما شر به الله او د الله رسول سره پیغمبر سره حضور په تواس الله جل جلاله او رسول الله حضره په فکر کې دا ولا ان الله او صلوات و سلام علی سيدنا محمد و علی اصحابه الاخلاص يوم سمع على الاسلام وسلم على الرسول وبعد كل رحمه تمام على الاسلام وسلم على الرسول سمع على الاسلام وسلم على الرسول وبعد كل رحمه تمام على الاسلام وسلم على الرسول وبعد كل رحمه تمام على الاسلام وسلم على الرسول وبعد كل رحمه تمام على الاسلام وسلم على الرسول وبعد كل رحمه تمام على الاسلام وسلم على الرسول وبعد كل رحمه تمام على الاسلام وسلم على الرسول وبعد كل رحمه تمام على الاسلام وسلم على الرسول وبعد كل رحمه تمام على الاسلام وسلم على الرسول وبعد كل رحمه تمام على الاسلام وسلم على الرسول وبعد كل رحمه تمام على الاسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن عبد الرحمن وصل على النبي وعلى اله وصحبه وبارك على سيدنا مولانا محمد بن عبد الرحمن الله تعالى له الفضل محمد وعلى اله وصحبه